قالوا مش عايزين سلفيه، صح؟ ايه السلفيه؟ مين السلفيه؟ وقاعدوا يخبطوا القنوات الاعلاميه كلها ويقولوا السلفيين. احنا شعب واعي، احنا بنقول للعمر موسى واللي معاه ماشي، ولاي دوله مولاهم باذن الله عز وجل مصر مش هتسقط تاني، ودي باذن الله سواء رضيت او ما رضيتوش دي بدايه الخلافه باذن الله. دكتور محمد مرسي ماشي، الشعب اللي كان انتخبه 13 مليون فالنهارده اكثر من 70 مليون، لو عملت انتخابات للدكتور محمد مرسي او احصائيه باللي هو موافق او رافض هتلاقي باذن الله عز وجل اكثر من 70% مؤيدين الدكتور محمد مرسي. نعم. انا بس عايز الله يبارك فيك نوجه كلمه للي هم ايه مش مؤيدين، اللي هم رافضين ماشي. انتوا دلوقتي بتقولوا يلغي الاعلان الدستوري، لما يلغي الاعلان الدستوري الدكتور محمد مرسي ويخش الجيش يقول انا اللي فض الشبكه بين الاثنين، يبقى احنا كده ايه اللي عمله الدكتور محمد مرسي من زمان من بعد 60 سنه عمله هو في شهرين الحمد لله، والدول كلها شهدت لنا وشهدت للدكتور محمد مرسي ان هو اللي عمله في شهر ما قدرتش تعمله تركيا في 10 سنين. هم حاسين الدكتور محمد مرسي انه هو رجل جريء ورجل شغال بما يرضي الله، فانا عم اقول لهم مهما تعملوا يا عمر موسى وانت واللي معاك باذن الله مش هتدفع فلوس وهتدوا الناس اللي معاكم ولا هتعملوا ولا حاجه، لان احنا شعب واعي واحنا ورا الرئيس محمد مرسي ماشي باذن الله، ومش هنزحزح عن تأييد الرئيس محمد مرسي. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. اتصال اخر، السلام عليكم. استاذ هاني اتفضل. استاذ هاني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ربنا يبارك لك يا اخ ملهم ويا ربنا يوفق الرئيس. بص حضرتك، انا لا انتمي لجماعه الاخوان المسلمين، ولكن انا بعض التعليقات الخفيفه على رئيس الجمهوريه. هو اصبح السيد الرئيس محمد مرسي رئيسا شرعيا لمصر. نعم. سواء جاب انتخابات بمليون باتنين مليون جه نتيجه نزاهه صناديق. فبالتالي يجب ان يكون الرئيس اقوى من كده. هو مش رئيس حزب الحريه والعداله، هو رئيس جمهوريه. نعم. الاعتداء على الاصل الاتحاديه دي اهانه لمصر كلها، وليس اهانه للرئيس نفسه، دي اهانه لينا حتى في الخارج. ازاي يحصل كده؟ لازم يبقى في قوانين، لازم يتم تطبيق القوانين، يتم منع المؤيدين والمعارضين من التظاهر امام القصر، لان القصر الجمهوري ده ليس للمؤيد ولا المعارض، ده قصر ممثل لمصر بجميع الطيران. نعم. احنا لو استمر الوضع كده احنا هنخش في فتنه مليون في الميه، فلازم يبقى في قرار حاسم عن كده. الرئيس لازم يبقى حاسم، ربنا يسلم. لازم يبقى حاسم. من السماحه شيء مطلوب واساسي في الدين الاسلامي. نعم. ولكن لغايه امتى؟ نعم. في وقت لازم نقول لقد طفح الكيل بنص كده، كفايه يا فندم. يعني احنا خدنا الغرب اسوه بينا، ما بيحصلش الكلام ده بره في اي دوله في العالم. ما بيحصل، دي مهزله. هو الاعتصامات اللي حصلت في امريكا ما هتفضت بالقوه، طالما تم استخدام سلاح وتم تهجم على رموز للدوله يجب ان تعامل وتقابل بالقوه والحصر. نعم. وربنا يكرمك، ربنا يستر ويا رب. ربنا يكرمك يا استاذ هاني، يا رب، ربنا يستر، ربنا يستر. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا طبعا بحييك على البرنامج الجميل دوت، وانا صراحه بتصل بيك من حضرتك وانا فرحان ان انت بتتواصل مع الناس والله. طبعا ناس على الطبع. بقول لحضرتك ايه دلوقتي، انا كنت شفت قناه من القنوات الفضائيه في القناه الاولى، واخد بالها في استاذ وقانون دولي، واخد بال حضرتك، بيقول ان اللي بيحصل في مصر ده غلط. في حاجه اسمها تنظيم للاضراب، واخد بال حضرتك؟ يعني ايه اضراب؟ يعني انا اضرب هيقول لمده قد كده، واخد بال حضرتك، بستعمل ايه؟ واخد بال حضرتك ايه الادوات اللي انا هستعملها في الاضراب؟ يعني المظاهرات سلميه، يبقى هي سلميه، واخد بال حضرتك؟ لما تكون غير سلميه بقى يبقى القانون يتدخل، واخد بال حضرتك؟ في حاجه اسمها قانون، واخد بال حضرتك؟ لازم نفعل القانون. الناس دي اذا كانتش هتتحارب بالقانون مش هينفع، واخد بال حضرتك؟ هيمسكوا علينا اي حاجه. لا، انا اشوف بره هم بيعملوا ايه، واخد بال حضرتك؟ مظاهرات سلميه، خلاص انا معاهم سلميه. أيوة. بحيث ان يعبر عن رايه فقط، لكن ما يمدش ايده ويخرب حاجه. أيوة. احنا بنبني مصر ولا بنهد مصر؟ أيوة. واخد بال حضرتك؟ انا قاعد منفعل جدا، ويعني قاعد مش هقول لك غضبان قد ايه، وطبعا وخوفي كله على الاسلام والمسلمين، وبقول اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واخد بال حضرتك؟ الكل يا استاذنا، ربنا يبارك فيك يا استاذ هاني. فانا بقول لحضرتك انا بضم صوتي لصوت الاخ اللي كان بيتكلم حضرتك، وبضم صوتي لاستاذ القانون. في حاجه اسمها دستور وفي حاجه اسمها قانون. القانون بيقول ايه؟ انت بتعمل اضراب، طب اضراب لمده كام يوم؟ اضراب سلمي في الحته الفلانيه، طيب لكن ما نقلش من هنا لهنا، ما عطلش سير المواصلات، ما عطلش الانتاج، ما عطلش الرئيس وهو ماشي مثلا. نعم. واخد بال حضرتك؟ في حته انا عامل فيها الاضراب، يبقى هي دي الحته اللي فيها الاضراب.
الاضراب لمده كام يوم بقى معروف الاضراب لمده كام يوم، لكن اضراب سلمي وبعدين امس الاقي مولوتوف وكده لا، ده بقى استخدم الشرطه تتدخل ونشوف بره بيعملوا الشرطه بتعمل معاهم ايه ونعمل زي ما بيعملوا بالظبط. ايوه واجيب الناس اس الرؤوس اس الفساد دول اجيبهم واحاكمهم قدام الناس. الرئيس يطلع يقول الناس دي عملت كذا وكذا وكذا، حرضت الناس دي على كذا وكذا وكذا وكذا، لذلك انا عملت كذا كذا كذا، طبقت القانون زي ما غيري بيطبقه. أيوة. يبقى هنا احنا مع الرئيس واحنا واقفين جنبه، وربنا ان شاء الله هينصر اسامه ويعز المسلمين ويسدد خطاه ان شاء الله باذن يا رب. اللهم امين يا رب يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. ام خديجه اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه استاذ ملهم، انا كنت عايزه اقول نفس الاقتراح اللي الاخ قاله دلوقتي، لان ده حل من الحلول اللي انا ممكن اقولها. ان هو طبعا يجيب الناس دي، لان الصراحه يعني الاعلام الاسلامي يعني ما شاء الله جايبين ادله وفيديوهات وحاجات للرئيس، يعني تقريبا مقدمينها له يعني بيضه مقشره، وبصراحه هو مش بيستغلها خالص. ان هو يمسك الناس دي اللي المفروض ان هو طلعت فيديوهات بتقول انهم عملاء، ده حل من الحلول. الحل التاني، مش هم بيقولوا لا حوار الا بعد الغاء الاعلان الدستوري والغاء الاستفتاء؟ طيب هل يجوز ان الطرف يشترط والرئيس ما يشترطش؟ خلاص الرئيس كمان يوافق على ان هو يعمل ده بشرط. الشرط هو ايه؟ الشرط ان هو اول حاجه تجميد المحكمه الدستوريه لحين اصدار الدستور الجديد. الشرط الثاني الاستفتاء على عوده مجلس الشعب، بحيث ان هو يعني يقوم بالسلطه التشريعيه مؤقتا لحين برضو يعني اقامه انتخابات جديده. ليه ما يعملش كده؟ مش هو رئيس الجمهوريه، مش هم بيشترطوا زي ما هم بيشترطوا؟ الرئيس كمان يشترط، الغي الاعلان الدستوري، الغي الاستفتاء وشكل جمعيه تاسيسيه ثانيه بشرط ان المحكمه الدستوريه تتجمد، المجلس الشعبي يستفتى على انه يرجع ويتولى السلطه التشريعيه مؤقتا لحين الانتخابات الجديده. يا ريت الرئيس يسمع ده، وكمان الرئيس المفروض ان هو يطلع يقول يعني قرارات. احنا مش عايزين تظاهرات ولا من مؤيد ولا من معارض، احنا دلوقتي في فتره بصراحه صعبه، يعني الحريه والعداله للاسف كل لما يطلع الرئيس يقول قرار هم اللي يبتدوا بتأييد بمظاهرات تأييد للقرار، بيدي فرصه للتاني ان هو ينزل، لان يوم ما هنقول انتوا نزلتوا ليه؟ طب ما الحريه والعداله هي اللي بدأت بانها نزلت تأييد. احنا نمنع التظاهرات دلوقتي، او على الاقل نمنع اماكن معينه ان يبقى فيها اي تظاهره او اي اعتصام. وحته الاعتصام دي بصراحه يعني انا مش فاهمه ازاي اصلا الدستور الجديد يطلع كمان يكفل الاعتصامات والمظاهرات دي، يا اما يحددوا اماكن معينه للمظاهرات والاعتصامات. نعم. وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني مرحله صعبه وازمه بتكبر كل دقيقة، بتكبر كل دقيقة، وبنقول إن إحنا بنعيش مرحلة بالغة الخطورة والحساسية، واستشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كلنا. إحنا بندعو جماهير المتظاهرين من كل القوى السياسية، من كل القوى السياسية، إلى الانسحاب من أمام قصر الاتحادية. طيب اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عادل أهلا بيك. ازيك يا زميل؟ اتفضل يا فندم. يعني اولا ما يعجبش حد الوضع اللي ماشي دلوقتي في البلد. تمام. دي حاجه. اولا الايام الرئيس المخلوع ما كانش في فرد او بني ادم يجرؤ يروح عند قصر الرئاسة، يجرؤ بس يعدي مع قصر الرئاسة. ما حدش كان يعرف هو فين اصلا يا حاج عادل. نعم. بقول ما حدش كان يعرف هو فين الا قليل. يعني اسم اصل الاتحاديه ده ما كانش حد يعرفه اصلا. الله يفتح عليك. وكان حتى مغير له المسار ومحدش يعرف. ما فيش حد يعني كان بيدخل الشارع ده. انا راجل طيب بتاع ربنا. يعني بالراحه كده، الراجل طيب بتاع ربنا بيراعي ربنا فينا. يبقى هم الناس بقى في دلوقتي في مغالطات، الناس ما عرفوش معنى الحريه صح. هو عايز يعرفهم ان في حريه دكتور محمد مرسي وفي حريه، والناس تعرف معنى الحريه. نعم. لكن الناس عرفوا معنى الحريه غلط، ان هي تظاهر وفتوانه وضرب طوب وقله ادب. دي قله ادب. ايوه. ده قله ادب، واحنا ما نوافقش على الكلام ده. وبعدين ده رئيس منتخب، رئيس جمهوريه منتخب، جاي بعد ظلم وجاي بعد قهر وتعبنا. هل دلوقتي عمرو موسى، ايه عمرو موسى اللي عمال دلوقتي عامل لي فيها عايز يعمل رئيس جمهوريه؟
ولا البرادعي؟ والبرادعي ايه؟ ما البرادعي بهدل البلد. يعني البرادعي كان فين بعد ما بهدل العراق وبهدل كل الاماكن دي؟ قال فين ايه حمدان الصباحي ولا حمدان المسائي؟ ده كلام قلة ادب والله. ما ينفعش ما ينفعش يا استاذ ملهم الموضوع ده. وبعدين دلوقتي احنا عندنا المفروض بعض المشايخ الافاضل زي الشيخ محمد حسان ربنا يديله طول العمر كده المفروض يطلع برضه يتكلم، والجماعه المشايخ الافاضل كله كل واحد يطلع يقول كلمتين يهدم من ثوره الناس دي. لان الناس دي برضه احنا دلوقتي الموضوع دلوقتي مش عمليه اسلاميه وليبراليه ولا بتاع، احنا موضوع بلد. نعم. البلد المفروض واحنا المصلحه العامه، المصلحه العامه. وبعدين في حاجه كمان يا استاذ ملهم، الناس المفروض تفهم ان دول لهم اغراض. الدكتور محمد مرسي بقعاده رئيس جمهوريه وقعاده على كرسي رئاسه الجمهوريه هيفتح بلاوي للعالم دي. أيوة. لان كلهم نصابين وحرامية. وانا اقول وعلى مسؤوليتي ان كان عمرو موسى ولا ان كان البرادعي ولا ان كان حمدان صباحي كلهم لهم ملفات وكلهم حرامية. تمام. لا. تمام. تمام. ربنا يكرمك حاج عادل. نعم ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا لمداخلتك. احب اقول بس قبل باخد الاتصال ان احنا الوقت زي بقول الوقت بيجري جدا، وان كل دقيقه بتعدي الموضوع بيكبر والازمه بتكبر وبتتفاقم اكثر واكثر. فانا زي ما قلت في البدايه وبأطالب الاب الدكتور محمد مرسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، رئيس كل المصريين، ان هو يخرج للشعب ويتحادث ويتحدث مع الشعب من خلال التلفزيون المصري بصفة الرئيس الشرعي المنتخب بانتخابات حرة نزيهة. بقول ان هو لابد الدكتور مرسي يتدخل زي ما قلت في البداية، الدكتور محمد مرسي لابد انه يطلع ويتكلم ويقول كما يريد ويقول كما يشاء، يؤيد او يعارض. ولكن انا بقول الدكتور محمد مرسي لو طلع وقال انا بجمد الاعلان الدستوري او انا بلغي الاعلان الدستوري وباجل الاستفتاء على الدستور او انا باعلن الاحكام العرفية أو أنا بوضح المؤامرة اللي بتحاك ضد الوطن من الحاقدين، أو لو أنا بأكد على إن أنا عارف وأعلم تمام العلم وإن أنا على إحاطة كاملة بكافة أبعاد المخططات اللي بتحاك ضد الوطن، إن أنا هأكد وبأكد على موعد الاستفتاء إنه هو يوم 15. دكتور محمد مرسي لو طلع وقال أي حاجة بس من ضمن الحاجات دي، لو طلع اتكلم وقال مؤيد أو معارض يؤيد القرارات اللي هو طلعها أو يجمدها أو يلغيها أو يحذفها أو أي شيء، ولكن لابد أن الدكتور مرسي لابد أن يخرج للشعب ويقول كلمته بطريقته المعهودة اللي الناس تعودت عليها، من أجل أنه يجمع الشمل مرة أخرى، من أجل أن يجمع الشمل مرة أخرى، من أجل أن يجمع الشمل مرة أخرى، ولا يقال زي ما بيتقال على الفضائيات دلوقتي وقاعد بيتقال هنا وبيتقال هنا كلام كلام خطير جدا، يتقال ان الدكتور مرسي هو اللي قسم البلد. ده كلام بيتقال، احنا محتاجين نرد على كل الكلام ده بطريقة علمية عملية. محتاجين الدكتور مرسي يطلع ويؤكد وان هو يعني من اجل ان هو حقنا للدماء، ان هو حقنا للدماء. مش هيقول ولا ده هيبقى تنازل من الدكتور محمد مرسي ولا ده فقدان لهيبة الدكتور محمد مرسي زي ما بقى البعض الأحباب بيتصور، لا، احنا محتاجين نخرج من الأزمة دي. والله أنا جمدت الإعلان الدستوري أو أنا أجلت الاستفتاء على الدستور أو أنا بأعلن الأحكام العرفية أو إن أنا بأكد إن في مؤامرة بتحاك ضد الوطن، والمؤامرة دي كلها أنا بقول لكم المؤامرة دي اللي وراها 1 2 3 4 5. الكلام ده كله لو طلع والدكتور مرسي قال الكلام ده كله ووضح للناس وكشف الحقائق لكل الناس، الناس دي كلها هتهدى سواء مؤيد أو معارض. مجرد انت معالي الدكتور لمجرد ما تاخد القرارات اللي انت هتاخدها وهتقولها الناس كلها هتأيدك في القرارات، زي ما حصل ايام احكام وقرارات المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقرارات اخيره الكثيره اللي فاتت. ولكن في احتقان موجود في المجتمع، في احتقان موجود في الشارع، لابد ان احنا ننهيه، لان الصوره السيئه دي بتؤثر على صوره مصر كلها، بتؤثر على صورة مؤسسة الرئاسة أمام الإعلام الغربي وأمام الدوائر الغربية. فإحنا محتاجين أن إحنا ننهي هذه الحالة بعد يعني وصول رئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. معك الشيخ أحمد سعد عبد الله محمد، مركز غطسة يا فندم، محافظة الفيوم. اتفضل يا شيخنا، اتفضل. والله يا أستاذ ملهم
احنا يعني بنشكر حضرتك وفريق قناه الرحمه، وطبعا احنا انا بقول انا يعني من خلالي بقول للاخوات اللي هم عند القصر الاتحاديه، يا جماعه مهله، يا جماعه احنا اللي وافقنا على الدكتور مرسي، يا جماعه في الناس ديت يا استاذ ملهم الواجب عليهم يا استاذ ملهم يفهموا يعني ايه كلمه دستور. في ناس رايحه لا تعرف دستور، ما تعرفش يعني ايه دستور اصلا، ولا يعرفوا ناس يعني مساكين ما عندهمش وعي يا استاذ ملهم. نعم ما فيش وعي. فانا بقول لهم عبثا دعوت وسحت يا احرار، عبثا لاننا خشب جامده فما ندري ماذا يصنع المنشار، لو ان سائحه من الغرب اشتكت في ارضكم لتحرك الاعصار، ملياركم، انا اقصد المليار اللي هو عايز يبوظ يا استاذ ملهم، عايزين يبوظ الدوله المصريه اللي ذكرت في القران، ولاننا خشب جامده فما ندري ماذا يصنع المنشار، لو ان سائحه من الغرب اشتكت في ارضكم لتحرك الاعصار، ملياركم لا خير فيه، اللي هم الايدي المفسده اللي عايزه تفسد جمهوريه مصر العربيه، ملياركم لا خير فيه، وكانما كتبت وراء الواحد الاسفار، لا تنسون ان الضعف في وجه العدو مذله وصغار. انا بطلب من الدكتور السيد المحترم الدكتور مرسي يطلع للشعب، ايوه يعني مش عايزين يسكت، لا يا استاذ ملهم يا رب تكون سامعني كويس. نعم نعم. وبوجه صوتي لكل مصري وكل مصريه، يا جماعه سواء وافقتوا على الدستور او يعني اتفقنا او لا نتفق، انتوا يعني سيبوه ادوا فرصه. ازاي يعني الواحد عايز يدي فرصه لربنا سبحانه وتعالى يهديه؟ طب اديله فرصه انت بس. او بطلب من الدكتور دكتور محمد مرسي يطلع يكلم الناس يا استاذ ملهم. نعم يطلع يكلم يطلع الناس. يتكلم يعني يكلم الناس، ده رساله من حضرتك، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا لحضرتك. أم محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك في حضرتك أستاذ ملهم. اتفضل. أنا عايز أقول إن دي مؤامرة مدفوعة الثمن كخيانة يعني. هل يتورط في هذا بعض قطاعات الشرطة؟ هل يتورط في هذا بعض قطاعات الجيش؟ قرار جمهوري يا سيادة الرئيس، إعلان الطوارئ، لأنك أنت قلت في الإعلان الدستوري إن لو حسيت إن في حاجة بتهدد أمن البلد أو خطر عليه. هعمل أحكام استثنائية مباشرة. نعم. قال هعمل احكام استثنائيه. هتعمل احكام استثنائيه يا سياده الرئيس، مش بنقول لك قبض على الثوريين الاشراف ولا بنقول، ولكن ان في هناك رؤوس انت عارفها نادت بالانقلاب، بتنادي كل يوم، زي حمدين صباحي، زي موسى، زي البردعي، كل دولت لو كانت اتقابلوا مع الجواسيس اللي يعني راحوا قابلوا الناس في اسرائيل، راحوا قابلوا الناس في بيروت، جابوا اسلحه، جابوا ميليشيات من بره عشان يلبسوهم ويقولوا ان دولت الاخوان اللي بيضربوا في الناس، عملوا كل دوت، الناس دي بتنقلب على الشرعية، الناس دي بتنقلب على البلد، الناس دي بتطالب اليهود ان هم يدخلوا ويشوفوا الدستور في ايه، البرادعي صباحي، الناس دي كلها لازم يا سيادة الرئيس، سويرس اللي حواليه اقاويل كثيرة، الناس دي لها كشوفات عند حضرتك وعند المخابرات، حواليهم شوفات كثيرة، مش كلام مرسل، لا كلام بدليل وادلة، وده عند حضرتك. ارجوك يا سيادة الرئيس اطلع حالا حالا يا سيادة الرئيس، واعتقل الناس دي، الرؤوس دي اللي هي بتتاجر بشبابنا وبتتاجر بولادنا، بتستغل فقرهم، بتستغل حاجتهم، بتستغل ضعفهم، بتديهم من مالهم، بتضحك عليهم باموالهم، بتدفع بيهم للخطر، ممكن اي حد فيهم حتى لو نازل يضرب، بقول لكم انت اللي ممكن تتصاب، ممكن اللي تفقد عقلك، ممكن اللي تفقد عينك، ممكن اللي تفقد صحتك، بقول لك بص لقدام شويه، ما تبصش ل 500 جنيه اللي انت بتقبضها دلوقتي ولا ال 200 جنيه، راجع عقلك، راجع ضميرك، فكر ان ده كله هيكون ضياع لحياتك مستقبلا ومقدما. انت النهارده ليك حق في البلد دي، لو الدستور دوت اتن، هم خايفين ليه من الدستور؟ لماذا الخوف من الدستور؟ ليه حصل كل دوت بعد ما النائب العام اتشال؟ لان كل الملفات والكشوفات هتتفتح، الاسلحه اللي دخلت 10 مليار قطع، 10 مليون ولا مليار قطعه سلاح دخلت البلد النهارده، سويرس بينزل بيدي كل واحد 500 جنيه وينزله، انت هتقدر تاخد بعد الدستور ما يطلع؟ لو كنت فقير هيبقى لك نسبه في ركاز البلد، الركاز اللي هو ايه؟ زكاه الركاز اللي هي 5% من الدخل القومي للبلد. لو قريت الدستور كويس هتعرف حقوقك، حتى لو كنت بلطجي باب التوبة مفتوح. بقوا ناشد كل واحد عنده ضمير فوق، الناس دي بتخاطر بيكم، الناس اللي بتديكم النهاردة حتى لو ألفات هم معاهم مليارات،
هم بيتاجروا بيكم علشان لهم اهداف تانية كبيرة. دي اتفاقية حضرتك مع حمدين مع شفيق مع الناس دي كلها على ان شفيق يمسك الحكم وبعدين حمدين صباح يمسك بعد منه شفيق يقعد سنتين وحمدين صباح يمسك بعد منه يطلعوا الناس اللي جوه السجن فلوس مدفوعة من جمال مبارك لثورس بيحاولوا يعملوا فتنة طائفية. وبقول للنصارى مصر يا نصارى مصر لن تجد الامان ولن تجد الخير الا معنا كمسلمين عشنا كلنا ابناء تحت وطن واحد. الاسلام بيوصينا بيكو النبي صلى الله عليه وسلم قال انا حجيجة من عادة ذمية يوم القيامة لا تأخذوا بهذه الهطرات لان ثورس متهود ثورس بقى يهودي ثورس له ملف كبير مع اليهود ثورس هو اللي عمل فينا كل الكلام ده كله ثورس بيدفع بيكم باسم الـ 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 المسيحية وهو لا ينتمي للمسيحية الان ثورس وكل الناس العلمانية والليبرالية هم ينتموا الى الماسونية الماسونية التي تقول ان الماسوني لا بلد له ولا وطن له ولكن وطنه وبلده حيث تكون مصلحته. هم لا يهمهم الان حرق الوطن البلدي لم يستطيع ان يقتحم مصر اقتحم العراق ودمر العراق. يا بردعي انت لك كشف طويل وحساب كبير انت جاسوس انت تنادي تقول للالمان ولاوروبا ولامريكا تدخلوا واشرفوا على الدستور فان الدستور به مادة محرقة اليهود التي هي الهولوكوست وتقول ان الدستور يحرم الموسيقى هذا كذب وافتراء لم يحدث هذا في الدستور. انت نديت بهذا لانك عميل للامريكان تريد ان تكون رئيسا لمصر حتى تستطيع الامريكان ان تدخل بسهولة لمصر لأنها لن تستطيع أن تدخل مصر لأمريكا ولا اليهود بشرفاء من أبناء ولكن تستطيع أن تحتل الفكر بأمثال هؤلاء. يا سيادة الرئيس لماذا تركت الإعلام يتحكم في الأمة؟ لماذا تركت الإعلام المسادي الصهيوني الماسوني المسوس الذي يقبض عملات من الداخل والخارج 6.5 مليار يدفعون من داخل السجون أموالنا التي كانت في الخارج عادت إليهم الآن ليحكموا بها هؤلاء الشعب الفقير ويتحكموا به. هم الآن يريدون بكم الاشتراكية ماذا تقول الاشتراكية التي يريدونها يقولون جوع كلبك يتبعك. هم يلعبون بنا يستخفون بعقولنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استخف قومه فأطعوه. هذا الإعلام الذي قال هتلر عنه اعطني إعلاما مضللا اعطيك شعبا بلا وعي استطيع ان اخذوه فوقوا أيها الشعب لا تستمع لهذه الأكاذيب. لماذا هذا كل هذا الامر؟ الدستور هنعمل حاجة تانية عليه الدستور يا اما موافق يا اما معيد خلاص. نعم. 10 ايام بس اللي مش موافق والله احنا مع الشرعية اللي مش موافق احنا معاه اللي موافق احنا معاه زي ما يكون اللي ربنا يريده هيكون. لكن انا عايز اقول لكم ان الدستور مع ما فيه من عيوب مع ما فيه من عورات كنا نتمنى أن تكون الشريعة الإسلامية هي التشريع وهي المصدر وهي 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 ولكن لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن. نعم. نزلنا وتنزلنا كثيرا على مبادئ الليبرالية والعلمانية كلما حاولت أن ترضيهم يا سيادة الرئيس لن يرضوا. الدستور كميثاق لهذه البلد الدستور هو الذي يحكم هذه البلد وقلت أن لا يستطيع أحد أن يدخل البلد الآن ولا هي بغير دستور إذن هي بلد لا قانون لها. في هناك مستثمرون كثيرون يريدون أن يدخلوا ويستثمروا أموالهم في مصر يقولوا لا دستور لا نستطيع أن ندخل لأن هذا الدستور كقانون للبلد. كيف يتعاملون مع بلد بدون دستور؟ الذين لا يريدون أن الدستور أن يمر بسلام هم لا يريدون سلامة هذه البلد هم لا يريدون سلامة هذا الوطن هم يخافون على أنفسهم من العدالة الاجتماعية. ما هي العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية تقول أن فلانة تأخذ 600,000 جنيه لن تأخذ 600,000 جنيه وأنت تأخذ 2,000 جنيه أو 600 جنيه ستكون عدالة اجتماعية. هم يخافون لحد أدنى للأجور وحد أعلى للأجور لن يكون هناك أحد يأخذ بال5 مليون مدير البنك الأهلي يأخذ 5 مليون بالحوافز. كل هذه الأمور أنتم شعب مظلوم مقهور أنا للفقراء أنا للضعفاء أنا أن تقفوا في صف أنفسكم. نحن لسنا في حاجة أن نقف مع الدستور. الإخوان المسلمون أقسم بالله لا يريدون لهذه البلد سوى الخير. كل ما يشاع عنهم ليس لإسقاط الإخوان المسلمين ولكنهم إسقاط المسلمون. هم لا يريدون شريعة الله أن تطبق في الأرض هم يريدون الفساد في الأرض لأن هذا الشعب المسلم لو رجع لدينه لانتصر على اليهود.
مشي ديان عندما قال له الصحفي يا مشي ديان كان وزير الدفاع اليهودي نعم أتعلم أن في آخر الزمان سنقاتلك وينطق الحجر ويقول يا مسلم خلف يهودي تعال اقتله يا حجر خلف يهودي تعال اقتله فقال نعم مشي ديان اليهودي قال نعم بس لما تبقوا مسلمين الأول نريد أن نكون مسلمين حقا نخرج لندافع عن شرع الله نعم ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يكرمك لكلماتك ربنا يبارك فيك لكلماتك والله كلمات معبرة وكلمات خارجة من القلب ربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب اللهم أمين هو ده نبض الناس بس ممكن حد يقول دلوقتي قبل ما أخذ اتصال جاي لي رسالة بتقول هو كل اللي بيتصل مؤيد مفيش حد معارض لا احنا زي ما قلت قبل كده في اللقاءات المفتوحة دايما واللقاءات اللي دايما بنعقدها وبنقول دي حلقات الأحباب والمشاهدين في كل مكان داخليا وخارجيا فاتحين تلفوناتنا لكل الناس وبنطرح كل وجهات النظر وبنستمع إلى كل وجهات النظر فاللي بيتصل كله يعني معظم الناس اللي اتصلوا بينا وتواصلوا معنا بيأيدوا وهناك من يعارض وهناك من تكلم وهناك من قال أنا انتخبت الدكتور محمد مرسي وأنه هو بيندم أنه هو انتخب الدكتور محمد مرسي ما ده سمعنا وجهة النظر دي واستمعنا إلى وجهة النظر الأخرى الأخ بلال أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام فضل يا فندم والله تدمولهم أنا تمنى كانت المكالمة دي كانت آخر مكالمة تبقى مسك الختام إيه؟ المكالمة الأخيرة بتاعت الأخت دي أي كنت أتمنى دي آخر مكالمة مسك الختام دي كلمات جميلة ربنا يكرمك والله أنا ما عنديش تعليق أكتر ما أقدرش أتكلم المخرج إيه؟ المخرج من الأزمة شايفة إيه يا أستاذ بلال؟ أنا مش سايب أنا حاسس إن مفيش مخرج لا في طبعا دول ناس متربصين مهما حضرتك تقدم من تنازل مش هيرضوا آه مش هيرضوا مهما نعمل مش هيرضوا مهما الرئيس يعمل مش هيرضوا ده مخطط وهم مستمرين وعاوز اقول حضرتك الفلوس اللي هم دلوقتي يعني بيطعوها للحرب دي ده اثر فلوس الشعب الغلبان اللي سالت منه خلال 30 سنه هم دلوقتي اللي بياخدوا الفلوس دلوقتي اللي هربوها بره بيصرفوها على الفساد دلوقتي نعم وبيحاربوا بها الشعب المصري الغلبان تمام فانا بعد قلت الكلام ده الاخت اتكلمت كل الكلام اللي كنت عاوز اقوله ما بقاش اتكلم اكتر من كده ربنا يبارك فيك يا اخ بلال ربنا يكرمك يا رب شكرا جزيلا الاخ عمر اهلا وسهلا السلام عليكم يا اخي ملهم عليكم السلام وعاوز اتصال بك من جديد اهلا وسهلا لي اسالك وانت تناشد الرئيس على الهواء مباشره ليخرج ويقول كلمه للشعب المصري والله ارعبتني واتصور انك ترعب الناس يا اخي ما الداعي لهذا هذه زوبعة في فنجان هؤلاء خفافيش ستشرق الشمس ولا نجدهم في شوارع القاهرة بحول الله معناها الأمر بسيط بحول الله معناها هذه الزوبعة لا ترعب أحدا ونحن نؤمن أن الله هو الذي خلق وملك ودبر فربي هو الذي يدبر الكون ولا نعطيهم بالا أكثر من مما يستحقون أو نعطيهم حجما أكثر مما يستحقون نعم. السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا أخ عمر ربنا يبارك فيك اتصال آخر السلام عليكم الأخت راوية من أكتوبر أهلا وسهلا اتفضل يا فندم ألو أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله يا فندم أنا حزينة جدا على اللي بيحصل ده حزينة وبناشد السيد الرئيس محمد مرسي إنه ياخد قرار ياخد قرار بالثلاثة اللي هم مش عارفة أقول عليهم إيه ينتقم منهم ربنا ياخد قرار باعتقالهم فورا نعم إذا أنا بجد بصراحة يعني كل الشعب المصري حزين واللي بيحصل ده دي بلطجة دي بلطجة تبع صباحي وتبع البرادعي دي بلطجة ولأنهم كانوا مشاركين في الانتخابات قبل كده ومحدش اختارهم أيوه يعني محدش اختارهم عشان يبقوا رؤساء قبل كده المفروض خلاص بقى يعني يتقوا الله ويبصوا لمصر ويحموها عجبهم الشباب اللي بتموت دي حرام حسبي الله ونعم الوكيل شكرا لك يا حاج الله يبارك فيك الأستاذ أحمد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا بس بحيث الموضوع ده ياريت أول حاجة نبقى حيدين في كل المواضيع
ونبقى بنتكلم من ناحيه الطرفين، لان انا ملاحظ من اول ما اتفرجت على الموضوع ان انتوا جايبين طرف واحد مفيش طرف تاني. يا استاذ احمد ثاني حاجه السؤال، طب اسمعني يا استاذ احمد بس اسمع اسمع بس صل على النبي اسمع بس واحده واحده ما تبقاش داخل عليا كده مندفع. انت لو متابعنا احنا دي وجهه نظر الناس بتتكلم، احنا ما بنقولش الناس تتكلم بتقول ايه، كل واحد بيقول وجهه نظر. انت داخل دلوقتي بطريقتك معارض، قول اللي انت عايز تقوله. لا انا مش معارض، انا بس بطرح وجهه نظر. هو احنا المشكله اللي احنا فيها دي بدات من امتى؟ ايوه، هل اختلاف الراي الناس دي كلها اللي اختلف رايها هي كلها غلط، وسياده الرئيس لما لينا كل الاحترام ليه هو اللي صح؟ ده حتى المستشارين، يعني احنا دلوقتي يعني احنا كمسلمين، انا راجل مسلم الحمد لله، احنا كمسلمين مفروض احنا المثل الاعلى، مفروض اتربينا طول عمرنا ان قدوتنا الكبير بتاعنا، مفروض ان احنا كلنا كل كبير لازم يحترم القانون ويحترم كل حاجه عشان يرخصخ المبادئ للي اصغر منه والاصغر والاصغر. فلو انا اعتراضي على، مش اعتراضي طبعا على شخص الرئيس ده ليا كل الاحترام، بس انا اعتراضي على احنا دلوقتي ده الوقت اللي لازم احنا بنبني البلد، يبقى لازم نحترم المبادئ من اول. لازم اما حضرتك كست الرئيس اما تحترم القانون بتجبرني انا الصغير ان انا لازم ابص اقول اذا كان رئيس الجمهوريه احترم القانون يبقى انا لازم احترمه، صح ولا مش صح؟ لو هو في اشاره ووقف وشفته انا هل هيجي لي قلب ان انا اكسر اشاره وست الرئيس واقف بيكسر اشاره؟ ده مثال يعني. فالموضوع كله ان احنا دلوقتي كل الناس بتتكلم ان الناس التانية، لا الناس التانية دي مسلمين ودول مسلمين، دول مصريين ودول مصريين. احنا كل بنتمناه احنا لو عايزين الاسلام بجد نشوف اللي يعني اللي هو ربنا بعته لنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه اما كانت الناس بتضده او بتحاربه، كان بيحرجهم بالادب بالاخلاق. عشان كده ربنا بعته قال له انت كملت مكارم الاخلاق، مش مش هنسمع لحد، مش كل اللي هيبقى ضدنا يبقى وحش واللي معانا يبقى حلو، لا احنا كلنا بنحب البلد دي وكلنا عايزين البلد دي. انا كل اخر حاجه الحل اللي انا شايفه، انا نفسي كل من هو مصري يتقي الله ويفكر في الدين الاسلامي بجماله وبحلاوته بكل اللي فيه بحسناته، مش يطلع الدين الاسلامي بوجهه نظر شخص، لا هو الدين الاسلامي ده قاعده اساسيه كلنا بنمشي عليها. يا ريت يا ريت كلنا نمشي على القاعده الاساسيه، وبلاش موضوع كل واحد ياخد الموضوع او يبرر كل حاجه باسم الدين كشخص، لان هي لا، ده هو الدين ده للجميع، ما فيش حد هيقول وجهه النظر في الدين من وجهه نظره هو. وتاني حاجه انا بطلب من كل المسلمين والمسيحيين والمصريين عموما اتقوا الله في بلدكم، لان احنا كده رايحين لمنحدر عمرنا ما كنا نحلم بيه. والسبب الرئيسي، انا مش هقول سبب، بس السبب الرئيسي او الانفجار ده كله كان سببه قرار الله اعلم بقى صح غلط ايه النوايا، انما الاعمال بالنيات ولا كل امرئ ما نوى، دي بتاعت ربنا انا ما اقدرش اتدخل فيها. بس اللي انا شايفه ان في قرار غلط، ودليل ان مش انا لوحدي اللي بقول كده، دي ناس كتيره، ناس فاهمه قانون، ناس غير القانونيين، يعني اختلافات في وجهه نظر مش بتاعت واحد عشان نقول. والافضل ان احنا كمان نتكلم، اما الناس تطلع تتكلم في التليفون عيب قوي ان هي تطلع تقول ده جاسوس او مش جاسوس، احنا ربنا ورسولنا قال، اما يبقى معاك دليل حقك، معاكش دليل ما تتكلمش. نعم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، استمعنا لوجهه نظرك اهوت علشان نقول لك ان احنا ما كل بنسمع كل وجهات النظر طالما كلها يعني بالحوار الهادي الجميل. اخ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا استاذ ملا. اتفضل يا فندم. حضرتك يا استاذ ملا دلوقتي الشارع المصري اللي بيمر باوقات عصيبه. اي منها اول حاجه الناس اللي طلعت دلوقتي تقول احنا عايزين نعمل جبهه ثوريه للحفاظ على مصر. الناس ديت ليه ما اتكلمتش قبل كده بعد ثورة 25 يناير؟ وقفوا كلهم حطوا ايديهم في ايدين بعض واختاروا واحد منهم ان ده يكون رئيس للدولة، بدل ما نخش في انتخابات ونخش في كذا وفي كذا والبلد بتتدهور يوم بعد يوم. ليه هم ما حطوش ايديهم في ايدين بعض وقالوا احنا قلبنا على قلب مصر وبنخاف على البلد ديت اللي احنا عشنا فيها او كنا عايشين بره وبينا ايام الانتخابات عشان نشوف لنفسنا مناصب فيها؟ ليه هم دلوقتي اولا يعني انا يعني عشان المشاهد ما يقولش كل اللي بيتصلوا مؤيدين او ما بنلاحظش ان في ناس معارضين كتير بيتصلوا ليه؟ اول حاجه على فكره بامانه الله انا في الانتخابات ما انتخبتش الرئيس محمد مرسي. تمام. بس لو دخل انتخابات ثاني هنتهم عشان خاطر اللي بيحصل في البلد ده. واول حاجه الاختلاف كله مش عشان خاطر ان الدستور اتعمل ولا عشان خاطر الاعلان الدستوري ولا عشان المحكمه الدستوريه بتقول هتنظر في ايه ولا هتقول ايه ولا هتعمل ايه،
مش الخلاف كله في المواضيع دي، الخلاف كله ان الحاكم حاكم عارف ربنا، الحاكم عارف ربنا. احنا كنا قبل 25 يناير الشعب كله عمال يقول يا ربنا يرزقنا برئيس يعرف بس ربنا، يتقي الله. لما الرئيس جه خلاص دلوقتي بقينا بقى عاملين واقفين له بالمرصاد على كل حاجه. طب ما نسيبه زي ما الصندوق جابه، ان احنا نسيب الرئيس الاربع سنين الشرعيه بتوعه يحكم فيها ونشوف هيقدم ايه للناس. احنا ليه مش صابرين على الثمره دلوقتي؟ لو واحد فينا اي انسان مصري، اي انسان لو زرع شجره، لو زرع شجره النهارده مش هيصبح تاني يوم هياكل من الثمار بتاعتها، لازم هيصبر عليها على الاقل خالص سنه عشان ياكل من الثمار بتاعت الشجره دي. كل الخلاف ان ازاي ان الاخوان هم اللي مسكوا الحكم، وان ازاي ان الاخوان هم اللي زي ما الناس زي ما بيقولوا وزي ما القنوات الفضائيه الاخرى بتشيع الفتنه في الناس، ازاي ان الاخوان يمسكوا منصب في كذا، ازاي ان الاخوان يمسكوا مش عارف فين وفين وفين وفين. طب ما حقهم ومش حقهم ان هم بعد السنين المؤساه اللي هم اسوها من حكم الاستبداد، وبعد ما ربنا من عليهم ان هم يوصلوا للمكان ده ويبقى المرشح اسلامي، وان هو يختار الحكومه ورئيس الوزراء يختار الناس اللي هتشتغل تحت ايده عشان يسالهم. احنا دلوقتي بنختلف على ايه؟ الاختلاف دلوقتي على ان الشعب المصري لازم يعرف ان الرئيس مرسي لو تاني يوم قال خلاص انا بتنحى عن رئاسه الجمهوريه يبقى كده البلد هتخش في فوضى. ليه؟ لان مفيش حد قلبه على البلد دي. الناس اللي بتطلع دلوقتي في الشوارع وبتطلع في الميادين وبتطلع، الناس دي بتعطل البلد اكتر، بترجعنا لورا، الناس بترجع لورا مش بنطلع لقدام. طب ما ننظر للمجتمعات الثانيه، المجتمعات الغربيه اللي هم بيقولوا ان هي مش مسلمه بس بتطبق الديمقراطيه. الشعب هو كان رومني واوباما داخلين لما كانوا في الانتخابات، الرئيس الخاسر ما طلعش قال ده انا هطلع هعمل مليونيه في كذا، طلع ايده وطلع بحييك وانا معاك، ولو عصتني في استشاره انا هكون بوضح لك الصوره تقدر تشتغل بيها. يعني احنا الرئيس دلوقتي الرئيس محمد مرسي مش مهم ان هو تبع مكتب الارشاد او ان هو، المهم ان هو الرئيس لكل المصريين دلوقتي. بالخلاف مع اي حد، بينتمي لاي حزب او لاي تيار، كل الناس دلوقتي بتنظر ان الرئيس هيعمل ايه، عمل ايه. طب ما نصبر يا جدعان، نصبر عشان ما نرجعش لورا تاني، ما نرجعش للشوارع الفوضى تاني، ونرجع للبلطجيه ينزلوا الشوارع تاني، والناس يعني الناس تبقى في حاله من الاستياء النفسي. الاهالي الناس في مصر دلوقتي في ناس قاعده في بيوتها ومش عارفين ينزلوا يجيبوا رغيف العيش. بسبب ايه؟ بسبب ان الامن مضطرب في الشارع. ما احنا لما بنطلع نعمل كده في الشارع الحكومه ما بتعرفش تشتغل. الحكومه هتشتغل ازاي واحنا عمالين ندعي لمليونات والمظاهرات وان حزب الحريه والعداله هينزل النهارده، ويوم الثلاثاء المليونيه المؤيده للدكتور البرادعي والدكتور حمدين والدكتور والرئيس المرشح اللي مش قلبه على البلد. الناس دي مش قلبها على البلد، الناس دي لو قلبها على البلد كانوا وقفوا مع الرئيس مرسي وقالوا احنا عندنا معلومات ممكن نفيد بها البلد. انما ازاي ان هم هيبقوا معه ولا ضد؟ الناس دي عايزين عرض الحياه الدنيا، الناس دي عايزين، مش عايزين من البلد اللي عرض الحياه الدنيا، عايزين المناصب فقط لا غير. والشعب المصري شعب عنده العاطفه، شعب وفاهم مين اللي بيحرض ومين اللي عايز البلد تستقر. فشعب مصر شعب واعي قوي، وكل الناس كانت الاول بعد قبل في العصر الاستبدادي عصر مبارك كانوا بيقولوا الديمقراطيه والحريه. الرئيس معلش الرئيس ما كانش موفر قوي الديمقراطيه والحريه قوي، بس كان كل انسان مصري كان قاعد في بيته وكان قاعد محترم، وكل واحد ما كانش بيجرؤ يقول اي لفظ ولا اي شيء يعني، ولا كانت المحكمة الدستورية العليا كانت يعني كانت تذكر، ولا كان أي شيء من هذا القبيل يذكر
في مؤسسات الدولة كلها. نعم. ليه الناس بتتسرع؟ ليه الناس بتتسرع؟ يا جدعان سيبوا فرصة للرئيس يشتغل والحكومة بتاعته تشتغل، وبعد الأربع سنين نسأل الرئيس ونسأل الحكومة ماذا قدمتم لمصر. احنا عايزين نصبر على الشجرة عشان ناكل منها الثمار. وبعدين الناس ديت لو كان الرئيس محمد مرسي داخل الرئاسة بهدف شخصي كان هيعمل حاجات اكتر من اي انسان، يعني من اي انسان مسك الرئاسة، وهيعمل حاجات يعني بالمعنى ان هو يأمن نفسه. هو بيأمن نفسه عشان خاطر من دلوقتي في الاعلان الدستوري، عشان خاطر الشعب. والله خايف على الشعب، خايف على الشعب من التدخلات الأجنبية، لأن البلد لو إحنا صبحنا الصبح الشعب المصري كله نزل هيحصل فوضى في البلد وخلاص. ونبص بقى زي ما حصل في أمريكا، وقالوا الرئيس العراقي صدام حسين إن هو كان مستبد وكان اللي تدخل. أمريكا لما دخلوا العراق عملوا في العراق إيه دلوقتي؟ مسكوا الناس اللي هم يعتبر ايه الناس اللي هم منهم، مسكوهم العراق ويبقى الحال كما هو عليه. واصبح الاكراد والسنه والشيع كله بيخبط في بعض وما فيش حد عارف مين مع مين. فالشعب المصري لازم يكون عنده الرؤيه ديت، الرؤيه ان احنا مش عايزين البلد تخش في فوضى وفي احتلال. كده احنا ممكن نخش في احتلال. احنا عايزين الرئيس يشتغل، عايزين الحكومة تشتغل، عايزين هي دي الديمقراطية، هي دي الحرية. أي إنسان مسلم ما يرضاش إن تكون ديت الديمقراطية، ما يرضاش إن تكون هي ديت الحرية، إن الحرية تبقى عندنا الأخلاق تبقى مضروبة للدرجة دي، ولا الديمقراطية تبقى بالطريقة ديت. الديمقراطية إن الرئيس جه بالانتخاب وبرضه في اللي ما انتخبوش أو اللي انتخبوا مش عايز ينتخبوا الدورة اللي جاية ما ينتخبوش، ليه الحق. والإنسان المسلم اللي عنده وعي، كل انسان في الشارع المصري عايز ان الدوله تبقى على احسن حال. نعم. الاعلام يكون نظيف. مش عايزين اي حاجه تانية. الشعب المصري مش عايز اي حاجه. الشعب المصري عايز بس يلاقي لقمه العيش بتاعته متوفره وخلاص. انما الناس اللي عماله كل يوم تطلع احنا هنعمل مليونيه في الحته الفلانيه وهنعمل مليونيه في الحته الفلانيه، الكلام ده ما يرضيش ربنا. الكلام ده ما يرضيش ربنا عشان خاطر الشعب ده خلاص. الناس لو الشعب الاغلبيه الصامته اللي هم بيقولوا عليهم حزب الكنبه اللي هم قاعدين في البيوت، الناس ديت لو طلعت مش هيبقى فيه مكان في مصر يسيح اي شخص تاني. ربنا يسلم ويحفظ البلد يا رب. اللهم امين. الناس دي قاعدين في بيوتهم عارفين ان البلد فعلا بتنهار. ربنا يسلم، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب اخر اتصال لان الوقت انتهى. السلام عليكم. السلام عليكم أخ ملهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الكرام، أولا نسأل السلامة والأمن والأمان لمسلمنا الحبيبة إن شاء الله. والله أخي الكريم، منذ ثورة يناير وأنا أتابع المشهد المصري، والله لا أدري ماذا يحدث في بلد الجزائر. والله لا أعلم ماذا يحدث. أنا مع مصر منذ سنتين وأنا أشاهد مصر ولا أدري ما يحدث في بلدي. صدقني يا أخي الكريم، نسأل الله السلامة والأمان. فيما يخص هذا هدفهم هذا ليس لهم هدف. هم هدفهم عرقلة المشروع ويعني وخدمة نفسهم، هذا هو هدفهم. أقول للرئيس مرسي أن لا يتراجع وأن يتخذ موقفا حازما لهذا المشهد، لأنه له مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا. يجب على الشعب المصري أن ينتبه جيدا وأن يتفطن. الشعب المصري لا نعرفه هكذا. أظن هذه مؤامرة تحاك ضد مصر وظواهرها وعليها مؤشرات واضحة. أرجو الشعب المصري أن يتفطن لهذا. نعم. تبعت أحداث النقاش إحدى القنوات يقول أنا لا أخشى إلا الله، ثم يعرض عن مشروع الله. سبحان الله، يعرض عليه مشروع الله عز وجل، يعرض عليه ويقول من ناحية أخرى أنا لا أخشى إلا الله.
سبحان الله. نسأل الله السلام عليكم مسلمنا الحبيبة وأتمنى إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك، ونكتفي بهذا القدر من الاتصالات اللي أتت إلينا على الهواء مباشرة. يعني دي الاتصالات اللي أتت إلينا، وإحنا سعداء بكل الأراء اللي أتت إلينا، من يؤيد ومن يعارض. تكلمنا مشاهدينا الكرام واستمعنا لصوت العقل من خلال مشايخنا وعلمائنا اللي تدخلوا معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المهمة جدا، ومن تدخل معنا من الأخوة والأخوات من داخل مصر ومن خارج مصر، كل يقول رأيه من ويطرح إرشاداته ويطرح حلوله من خلال المخرج من الأزمة، يطرح الحلول من خلال المخرج من الأزمة، كل واحد بيقول رأيه. ولكن إحنا في النهاية بنقول إن الرئيس مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لابد أن يخرج للناس ويتكلم ويحدث الناس كما تعودنا منه دائما، لابد أن يخرج ويقول ويتكلم بكل صراحة وبكل وضوح كما تعودناها منه. يخرج إن كانت هناك مؤامرة، يخرج للناس ويقول بأن هناك مؤامرة ويوضح المؤامرة التي تحاك ضد الوطن من الحاقدين، ويؤكد على أنه يعلم تمام العلم وعنده إحاطة بكافة أبعاد هذه المخططات التي تحاك بأمن مصر وبأمن الوطن. إن كان هناك رأي ويخرج ويعني يعلن الأحكام العرفية. الدكتور مرسي لابد أن يخرج للناس ويقول مثلا من أجل أن تهدأ الأمور أؤجل استفتاء على الدستور لمدة شهر، أو أجمد الإعلان الدستوري أو الإعلان أو الاستفتاء على الدستور في موعده، ولكن هناك مخارج أو هناك حلول من أجل المخرج من الأزمة الحالية. يعني الرئيس مرسي لابد هو أن يتدخل هو أولا. أيضا لابد أن احنا نؤكد مرة أخرى على بعض الأمور مبادرة يتبناها العقلاء، لابد من سحب كل الأطراف، لابد من سحب أنصار كل الأطراف الموجودة الآن في الشوارع والميادين، لابد من ضرورة الاجتماع الفوري لرموز القوى السياسية من أجل أن يلتقوا ويجلسوا على طاولة واحدة، طاولة الحوار، وبوجود وبحضور السيد الرئيس ونائبه، من أجل الخروج من الأزمة، ويقولوا ويطرحوا الخروج من الأزمة ويبقى كلام موقع وكلام موثق. الأمر الآخر في هذه الجزئية لابد من تجنيب رموز النظام السابق من هذا الحوار، لابد من تجنيب رموز النظام السابق من المشهد السياسي من أجل أن ينجح الحوار ومن أجل أن يصل إلى حلول بعيدة، إلى حلول واقعية وعملية بعيدا عن تصفية الحسابات من الثورة. أيضا لابد على أجهزة الأمن، لابد على أجهزة الأمن أن تقوم بدورها وأن تقوم بواجبها في حماية وتأمين المنشآت العامة وحياة المواطنين، وأن تستمر في الالتزام بضبط النفس اللي أظهرته خلال اليومين الماضيين. أيضا لابد أن احنا نؤكد على احترام إرادة الشعب، لابد من التأكيد على احترام إرادة الشعب واحترام الشرعية اللي بيمثلها الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب، والفيصل في الصندوق قدامه 4 سنين والانتخابات ستجرى. الشعب إن قال كلمته وقال لا للدكتور محمد مرسي من خلال الانتخابات الشرعية النزيهة فخلاص لا للدكتور محمد مرسي، وإن قالت الصناديق نعم للدكتور محمد مرسي فأهلا بالدكتور محمد مرسي. إذن الفيصل والديمقراطية كما ينادون بها، الديمقراطية في الصندوق، الديمقراطية في خلال الانتخابات النزيهة. إذن خلاصة القول مشاهدينا الكرام، لابد من سحب أنصار كل الأطراف، أنصار كل طرف من الشوارع والميادين، لابد من ضرورة الاجتماع الفوري لرموز القوى السياسية بحضور الرئيس أو نائبه للوصول إلى تصور توافقي للخروج من الأزمة موقعا عليه وملزما لأطرافه. أيضا لابد من تجنيب رموز النظام السابق من المشهد السياسي ضمانا لنجاح الحوار والوصول إلى حلول بعيدة عن تصفية الحسابات مع الثورة. أيضا على أجهزة الأمن أن تقوم بواجبها في حماية وتأمين المنشآت العامة
وحياة المواطنين، وأن تستمر في الالتزام بضبط النفس الذي أظهرته خلال اليومين الماضيين، وفي النهاية التأكيد على احترام إرادة الشعب واحترام الشرعية اللي بيمثلها الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب. والفيصل لابد من إعطائه الفرصة كاملة بعد 4 سنين تجرى الانتخابات الرئاسية، إن قال الشعب نعم له فأهلا به، وإن قال الشعب له لا فنقول له جزاكم الله خير. هو ده صوت العقل لابد إن احنا نقوم به ولابد إن احنا نفعله. من السهولة جدا إن احنا نكون إعلام إثارة كما يفعل البعض، بالسهولة جدا إن احنا يبقى إعلام نهيج الدنيا بيه بكلام وبأخبار. وانتم لاحظين معايا النهاردة إن أنا يعني ما قلتش أي أخبار موجودة معنا من خلال الإنترنت، من خلال الفيسبوك، من خلال التويتر، من خلال المواقع الإخبارية، لأن الكل قاعد بيعجن في بعضه، والكل الأخبار متضاربة، الخبر اللي هنا هناك تضارب له في الموقع الآخر. فإحنا بنقول في النهاية تعالوا نرجع للشعب، الفيصل في النهاية هو الشعب، والشعب إحنا سمعنا كلام نبض الناس النهاردة من خلال هذه الحلقة المهمة جدا اللي كانت تحت عنوان وقفة مع الأحداث. في النهاية بنقول يا رب، يا رب احفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها، يا رب احقن دماء المصريين، يا رب احقن دماء المصريين، يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين يا رب العالمين، والأزمة تمر بخير وبالتحديد خلال 48 ساعة اللي جايين، يا رب الأزمة تعد على خير، ونسمع الرئيس مرسي بإذن الله رب العالمين في هذا اليوم يوم الخميس إن شاء الله النهاردة، ونستمع إلى الدكتور مرسي في خطاب مفتوح للشعب بإذن الله، سيتحقق ذلك بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجالس رحمة فيها الهدى، رحمة فيها مغانم للرسول توزع، رحمة هذه مجالس رحمة فيها الهدى، رحمة فيها مغانم للرسول توزع.